بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو عن السيدات المعرضات للحمل الخطير بمتابعة طبعا طبيب متخصص في هذا المجال. طبعا سيقوم الطبيب في الزيارة الأولى بكشف جسدي والحصول على تحليل للدم وحساب يعني موعد الولادة المتوقعة، كما أنه يقوم بالكشف على الثدي وحالة الجسم بشكل عام يعني. ومنطقة الحوض أيضا يجب أن تفحص فحص دقيق مثل فحص الرحم، أيضا بالإضافة إلى فحص عنق الرحم ومسحة عن طريق نوع من أنواع المسحات المهبلية. يتم يعني مسح منطقة المهبل عن طريق مسحة خاصة وأخذها، بعدها يتم تحليل هذه المنطقة وما يوجد فيها يعني من فطريات وبكتيريا وفطريا وأي نوع من أنواع الميكروبات الأخرى. وأيضا سيقوم الطبيب في الزيارة الأولى بطرح العديد من الأسئلة حول نمط حياتك وعلاقتك والعادات الصحية التي يعني تتبعها في هذه الفترة. غالبا فعليك يعني تكوني صريحة وصادقة مع هذا الطبيب في كل الإجراءات المهمة في هذه الفترة أو في هذا الفحص، وهذه أهم النقاط المهمة التي يجب أنك تحطينها في عين الاعتبار عندما تدخلين على طبيب وحالة يعني حملك من النوع الخطير. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.